الإعلاميين من كل المواقع والقنوات والوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية. بنرحب بحضراتكم في المؤتمر الصحفي الخاص بأبطالنا في بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024. وطبعا بنرحب بمعالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، مشرفنا ومنورنا يا فندم. وبنرحب طبعا بقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزير الأسبق سيد أشرف سلمان رئيس مجلس الإدارة، والسيد عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وأيضا السيد محمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وأيضا الأستاذ أسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وطبعا فوق رأسنا كلنا أبطالنا اللي شرفونا ورفعوا رأسنا في أولمبياد باريس 2024، أحمد الجندي وسارة سمير، محمد السيد، عبد اللطيف منيع، ومحمد جبر وكريم كحلة. فعايزين تسقيفة كبيرة جدا 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 ليهم. الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا في المؤتمر ده ان احنا مش بس بنكرم الناس اللي كسبت ميداليات زي جندي وزي سارة وزي محمد السيد، ولكن بنكرم أبطالنا اللي حاولوا وجابوا آخرهم وبذلوا أقصى جهد عندهم عشان يرفعوا اسم مصر وعلم مصر، ولكن المولى عز وجل لم يقدر ليهم التوفيق في هذه البطولة، وبإذن الله منتظرينهم ومستنيينهم في القادم من المنافسات. هنبتدي مؤتمرنا الصحفي مع حضراتكم بكلمة لمعالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، فليتفضل. شكرا يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنسعد دايما ان احنا نكون موجودين في المكان ده، واحنا يمكن برضو في المكان ده اطلقنا الصورة الرسمية للمنتخب البارا اولمبي واطلاق الزي الرسمي ليه، وهو ان شاء الله بيستعد للسفر خلاص وربنا يوفقهم. احنا سعداء جدا بدعوة المتحدة شريك استراتيجي وطني للوزارة والرياضة المصرية. الحقيقة ان احنا نكون موجودين ومعانا ابطال مصر اللي يعني رسموا البهجة، وابطال مصر كمان اللي راحوا في تنافس كبير جدا جدا جدا. الحقيقة يمكن احنا عصرنا دورتين طوكيو، وده كان في ابان فترة الكوفيد، وبعدين باريس. يمكن باريس كان المجال مفتوح اكبر، تنافس اشرس بشكل كبير، لكن احنا يعني مصر بنت جيل اصغر سنا، بنت كمان يعني في الرياضات المختلفة اللي ما كانش لها يعني سياق المسمع في تنافسات ودخول نهائيات، لان هو ترتيب وتخطيط. الحقيقة مش هطول كبير، لكن باسم المنظومة الرياضية المصرية احنا النهاردة بيسعدنا ان يكون معانا ابطالنا اللي تشرفت بيهم وشرفونا، وابطالنا كمان يمكن تباعا ان شاء الله يكون في نماذج كتير سواء في المستوى السني ونماذج احنا بنحضرها هيكون يعني لهم اطلالة اعلامية عشان كل الناس تعرفه بشكل يعني واضح وصريح وجدي. ولادنا اللي هم أبطال أفريقيا أو أبطال عالم، لأن التأهيل للأولمبياد يا إما بيكون على حسب نوع الرياضة من خلال بطولة أفريقية أو من خلال بطولة عالمية، وده بيكون ليه تصنيف وبيكون ليه منافسة كبيرة جدا، علشان مش كل الناس بتقدر إن هي تطلع للأولمبياد. فصعود الأولمبياد في حد ذاته هو حجم من البطولات وحجم من الإعداد الكبير جدا. وبعدين الدورة الأولمبية بيكون لها ظروفها وليها المنافسات الخاصة بيها. الحقيقة مش هنتكلم في الحاجات الأخرى يكون ليها مجالها، احنا اليوم طويل لبعض الظهور لبعض ولادنا اللي موجودين في البعثة، لكن يعني يهمنا ان احنا نشوف ولادنا اللي جابوا الميداليات ذهب فضة برونز وكمان نموذج، بالمتابعة يعني هتشوفوا نماذج كتيرة للإعلام الفترة القادمة من اللي لعبوا على ميدالية وتصنيفهم وكان تمثيلهم قوي جدا على ميدالية ولهم دبلومة يعني أو لهم شهادة برضو،
فانا يعني هترك المجال لولادنا وهم يتكلموا بشكل اكتر يعني. شكرا. كل الشكر لمعالي الوزير، ونبتدي كلام ابطالنا مع الاسطوره الحيه للخماسي الحديث، بطلنا بطل الذهب احمد اسامه الجندي. اتفضل يا احمد. 5-1. السلام عليكم. طبعا حابب اشكر كل الناس اللي موجودين النهارده. يمكن كنا لسه بنقول بره دلوقتي مع معالي الوزير، يعني وجودنا هنا في مهرجان العالمين حاجه كبيره، اول مره نبقى موجودين هنا، بس بنقول ان احنا ان شاء الله نفضل نشرف الرياضه المصريه. واخر 7-8 سنين تقريبا كنا الحمد لله طورنا بشكل كبير جدا في الرياضه، والوعي الشعب المصري بالرياضه زاد جدا يعني. كنا موفقين جدا الحمد لله في باريس، كان في ناس مش موفقه شويه، اللعيبه مش كان في لعيبه يعني قدر لهم ان هم ما يبقوش موفقين، بس احب اقول ان هي يعني ما بنحبش كلمه اخفاق شويه في الاولمبياد بالذات، لان الاولمبياد دي في حد ذاتها حدث كبير جدا، حدث ما بيحصلش غير كل 4 سنين، وان انت توصل في حد ذاتها زي في الاولمبياد زي ما كان دكتور اشرف صبحي بيقول ان ده شيء كبير جدا، وما بيبقاش اخفاق، هو عدم توفيق شويه، لكن كل واحد بيبقى عمل اللي عليه، كل واحد بيبقى بذل اقصى ما يمكن ان هو يوصل للميداليه. بس الحمد لله يعني قدرنا نحقق 3 ميداليات ذهب وفضه وبرونز في 3 ألعاب مختلفه، فالحمد لله يعني على الانجاز بتاع باريس. نتمنى ان هو ان شاء الله نكون في اولمبياد لوس انجلوس نقدر نحقق عدد ميداليات اكبر. وفي الاخر طبعا يعني حابب اشكر الشركه المتحده على وجودها يعني بجانب الرياضه المصريه ودعمها للرياضه، وطبعا حابب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضه واهتمامه بالرياضه. ومن 3 سنين لما كنا في التكريم الرئاسي بعد طوكيو، لما حتى هو كان بيتكلم في قصه ان الرياضه هي يعني بتزيد من وعي الشعوب، وان هو حتى كان مهتم جدا بان احنا نبقى دايما موجودين في اي حاجه في اي ايفنتس في الدوله. فحابب اشكر طبعا برضه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه والاتحادات الرياضيه. شاكر جدا. استنى يا احمد، طرح فين بس؟ استنى طرح فين؟ احنا عايزين بقى نفتح الاسئله لزملائنا الصحفيين، الاسطوره الحيه بتاعتنا احمد اسامه جندي، فاتفضلوا. طب انا عايز اسالك سؤال عبال ما الناس اتفضل. انا عايز اعرف انت عملتها ازاي؟ يعني ان انت اكتر من جوله في النزال بتاع السلاح، وبعد كده قفز بالحصان وهم اللي بيختاروا حصان انت مش متمرن عليهم مش عارفه، وبعد كده تنزل تعوم، وبعد كده تجري، وبعد كده رميه، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، 5 كلهم صح واكتر من مره، انت بتعمل ايه يا احمد؟ لا الحمد لله بتكسر رقم اولمبي 1555 نقطه، انت بتعمل ايه؟ لا الحمد لله يعني مش الحمد لله مش اول مره نعملها ان احنا نكسب ميداليه اولمبيه في الخماسي. يعني في اولمبياد شباب 2018 كان ليا نصيب الحمد لله ان انا اجيب ميداليتين ذهب في اولمبياد شباب 2018، والميداليه الفضه في اولمبياد طوكيو، وميداليه الذهب في اولمبياد باريس. فيمكن المره دي كان طعمها مختلف شويه، عشان طبعا الحمد لله تحطيم الرقم القياسي والعالمي مرتين، يعني مره في السيمي فاينلز ومره في الفاينلز، فالحمد لله الرقم اتكتب باسمي، ويعني حاجه انا فخور بيها جدا، وحاجه كنا نتطلع ليها ان احنا مش بس مجرد ان احنا نجيب الميداليه، لكن ان احنا كمان نحطم الرقم، لان المره اللي فاتت كانت الميداليه فضه في اولمبياد طوكيو يمكن ما كانتش متوقعه قوي، بس الحمد لله قدرنا نجيبها. وفي اولمبياد باريس كان الوضع مختلف، عشان الانجاز لما هتحس ان هو انجاز اكبر وانجاز احسن طبعا لما بتجيب ميداليه بلون مختلف واكبر، يعني اللي هي بتكون ميداليه الذهب. فدي كان وراها حاجات كتير جدا، يعني انا كنت موفق جدا الحمد لله طول البطوله، موفق بوجود اهلي معايا اللي هم موجودين برده النهارده، يعني حابب اشكرهم برده ان هم يعني مامتي وبابايا يعني كانوا من اكبر طبعا يعني من اكبر الداعمين ليا، وكل المدربين بتوعي يعني بصراحه كان برده يعني كان نفسي يبقوا موجودين النهارده. وحاجه كمان برده يعني يمكن الحاجه المره دي برده اللي كانت مختلفه في اولمبياد باريس، ان الحمد لله السلاح كان موفق جدا، هو اللي خلانا ان نبقى ليدنج البطوله من الاول خالص، ودي حصل انجاز او يعني طفره فيها خلال 3 سنين اللي فاتوا، من خلال ان احنا عملنا معسكرات واحتكاكات خارجيه،
حابب اشكر فيها برضو يعني نادي ابو ظبي الرياضي للمبارزه، ان يعني بمساهمته في ياخد ذهب كتير، ولكن انا ما عنديش فكره اذا كنا خدنا قبل كده اصلا رقم قياسي ورقم اولمبي، واعتقد ان دي حاجه انجاز كمان يفوق انجاز انك تحصل على ميدالية ذهب يعني. فاولا هل انت كنت مخطط ان انت تحطم الرقم القياسي الاولمبي وايضا العالمي، لان دول رقمين مش رقم، يعني انك تحطم اولمبي رقم ثم انك تحطم عالمي رقم تاني، فالانجاز اللي انت حققته ما اعرفش اذا كانت حقق لمصر قبل كده ولا لا، هو انجاز ضخم بنبارك لك عليه. وهل كانت خطه ولا كانت الخطه الذهب وده توفيق ربنا؟ طبعا لا، هو كل حاجه بتوفيق ربنا طبعا، بس يعني خلينا نقف عند النقطه برضو اللي انت قلتها، ويعني احييك على ان انت قلتها، قصه ان انت تحطيم الرقم العالمي وتحطيم الرقم الاولمبي دي كانت اول مره تحصل، وده الانجاز الاكبر، لان طبعا الميداليه حاجه كبيره جدا، واي ايا كان لونها ذهب فضه برونز هي ميداليه اولمبيه، ده شيء عظيم. فخليني اقول لك ان هو الرقم تحطيم الرقم العالمي والاولمبي ده كان الانجاز الاكبر، وده اللي خلى يعني ان الحمد لله ان احنا نبقى اسمنا زي ما بنقول ايه محفور في التاريخ يعني. بس طبعا يعني الحمد لله يعني خلال الثلاث اربع شهور اللي فاتوا من خلال البطولات ومن خلال الحاجات اللي احنا كنا بنلعبها، كنا مركزين على الرقم العالمي والاولمبي ان احنا نكسره، لان احنا كنا قادرين يعني الحمد لله. انا قبل الاولمبيكس لعبت ثلاث بطولات، واحده ذهب واثنين برونز، كنت يعني كنا دايما مركزين على الرقم ان هو يتكسر، ايه اللي ممكن يتعمل في الفروسيه في كل لعبه، كنا مركزين ان هو في سكور معين لازم يتجاب عشان نكسر الرقم في الاخر. والحمد لله يعني يمكن في السيمي فاينلز كسرت الرقم الاولمبي، وانا كنت خلاص هاخد اليمينيشن في الفروسيه يعني، الحمد لله عدت بتوفيق ربنا يعني. ودي حاجه برضو كنت عايز اضيفها في القصه دي، ان انت لما ساعات بتبقى مطمن شويه ممكن تاخد على دماغك يعني، بس طول ما انت مركز وطول ما انت باصص على اللي انت عايز تعمله بس بتوصل للي انت عايزه. لان انا كنت بعد منافسات السباحه اول يوم كنت ماشي اول، مش قصه اطمنت، بس اللي هو كنت عايز اعدي اول يوم السيمي فاينلز ده ايزي يعني، وتاني يوم اللي هو الفاينلز هو اللي هدوس فيه. بس جينا في الفروسيه كنت هقع يعني، كنت الحصان واقف قبل السد، كنت هاخد اليمينيشن يعني من السيمي فاينلز، واحنا على ان احنا عايزين الذهب اصلا، بس كنت هاخد اليمينيشن. بس صححنا الاخطاء في تاني يوم، وقدرنا ان احنا نفوكس اكتر ونركز اكتر مع المدربين على الاخطاء اللي كانت موجوده في اليوم ده، والحمد لله يعني عدت بكرم ربنا يعني. كل الشكر لبطلنا. اتفضل يا فندم. اتفضل. قبل ما يجي بقيه الشباب، هو يعني هفسر احمد ايه؟ احمد زي لاعب، بس هو زي منتخب كره القدم وزي منتخب اي منتخب جماعي. احمد معاه تيم كامل وتيم كله مصري، وطبعا الاتحاد المهندس شريف العريان ومجلس الاداره الحقيقه والبلانرز، احمد جبنا له مدرب سلاح مصري موجود مخصوص قبلها بفتره، الحقيقه الاتحاد عرض عليا وقلنا نعمل اي حاجه، وجيه علشان عايز يزود الجزء ده. احمد معاه المدير الطبي او الدكتور ابو العلا، حضراتكم عارفينه طبيب منتخب كره القدم، معاه دكتور للعلاج الطبيعي، ده كله تيم احمد، معاه مدير فني بيهندل الخمس العاب، وبعدين معاه مدرب للسلاح، مدرب للفروسيه، كابتن او كلهم نجوم، انت تقول اساميهم، كابتن ياسر عصر ده يعني من نجوم الفروسيه، ومعاه مدرب الجري، ومدرب الجري معاك 17 سنه تقريبا، 17 سنه مش كده؟ من ساعه ما بدات يعني خماسي يعني 17 سنه حوالي 17 سنه الحمد لله. فكل ايفنت ليه مدرب، ومعاه المؤهل النفسي، ومعاه اخصائي التغذيه، ده تيم بيتحرك. هم 12 واحد يعني، هم احنا لاعب واحد يعني 12 يعني 7-8 مدربين ويوجا ونيوتريشنست ودكتور، فيعني هو تيم كامل زي ما حضرتك بتقول يعني. انا اتمنى ان انا ابقى بوفيهم حقهم دايما، بس يعني بس دي رساله يعني. ايه البطل ده كله بيتحول الى يعني تكلفة احنا كان لازم نكون معاها. ومهند زميل احمد، مهند الجزء بتاع الفروسية اللي وقع ده نزله من نومينيتد ان هو يبقى قد يكون فضة الى يعني الترتيب اللي هو فيه. فيعني كل حاجة بقى ليها ظروفها، لكن ده اللاعب الفردي او لاعب منتخب مصر، ده شكل اعداده، شكل تكلفته، هو عشان يتأهل. لعبت كام بطولة عشان تتأهل؟
لعبنا فوق من ساعه طوكيو لعبنا فوق ال 15 بطوله 15 يعني. بطوله عشان يتاهل للاولمبيكس. 15 بطوله بره مصر وجوه مصر، بطولات كلها تنافس عنيف جدا وما بينهما اعدادات. دي برضو يعني صوره يمكن انا بفسرها هو مدى تعبه واجهاده عشان يوصل لحجم الميداليه ديت. انا سلمت ابراهيم ليك. شكرا جدا. كل الشكر لاسطورتنا احمد اسامه جدي. ومن الخماسي الحديث عايزين نروح لرفع الاثقال، لان احنا معانا بطله فولاذيه، البطله الفولاذيه اللي حققت حاجه في منتهى الصعوبه في مجال الرياضه بشكل عام وعلى مستوى منافسات الاولمبياد بشكل خاص. ان بطل اولمبي حقق ميداليه في 2016 في ريو دي جانيرو ويجي بعديها بثمان سنين في باريس يحقق ميداليه اعلى وافضل، ومش بس كده، ده كله كوم، وان هو كمان يكون محروق وزعلان ومتضايق عشان كان عايز يعزف النشيد الوطني لبلده ويرفع علم بلده، ومش مكتفي بالانجاز اللي هو حققه ولكن كان عايز كمان انجاز اكبر، ده كبرها في عيون الناس اكتر ما هي كبيره وعظيمه. البطله الفولاذيه بتاعتنا ساره سمير، منوره الدنيا ساره. مش باينه كده كويس اهو. طولي انا يعني طب انا كده باينه ولا تمام يعني؟ السلام عليكم. انا كلامي قليل شويه، مش هتعبكم زي احمد. هو انا يعني طب اقول ايه؟ قولي اللي انت عايزاه. انت تقولي اللي انت عايزاه. هو انا طبعا بشكر سياده الوزير على الدعوه الكريمه، ويعني هو دايما هو اب لينا قبل ما يكون وزير، يعني هو دايما معانا وفي ظهرنا في كل المواقف الصراحه. وبشكر طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودايما بيكرمنا يعني في كل بطولات، حتى بطولات افريقيا بقينا بنتكرم من سياده الرئيس. ويعني شكرا لكم ان حضراتكم موجودين معانا النهارده. واللي حابب بقى يسال حاجه. انا حابب اسال، ممكن يعني احنا كلنا فرحانين وفخورين ان ساره جابت الميداليه، وساره لا كان نفسها في، انت كنت بتفكري في ايه ساعتها؟ هو انا يعني انا كنت هلعب طوكيو، بس حصل ظروف للاتحاد بتاعنا وما شاركناش، وكانت ارقامي تجيب لي ميداليه ذهب، احنا لعبه رقميه ففي الارقام احنا عارفين انا هجيب ايه. فالبطوله في طوكيو كانت ارقامي اقل من ارقامي، كمان جابت ميداليه ذهب، فكان ساعتها الموضوع بالنسبه لي يعني متعب نفسيا. ودخلت في اللعبه كانت موقوفه. انا بتكلم اللعبه كانت موقوفه فما شاركتش، بس لما جت لي الفرصه ان انا اشارك فحبيت ان انا اعوض اللي حصل في طوكيو مع باريس واجيب الميداليه الذهب. بس يعني ربنا كان كاتب لي الميداليه الفضه. زعلت الاول، بس الحمد لله يعني رجعت نفسي بسرعه يعني، وقلت لا انا جبت ميداليه واحسن من الميداليه اللي فاتت. انا كنت جايبه برونز في ريو، كان عندي 18 سنه، كنت حابه ان انا اجيب ذهب في اولمبياد باريس، لان انا الحمد لله كل بطولاتي اللي فاتت كلها بطولات عالم افريقيا، اي بطولات انا بجيب فيها كلها ذهب، ما فيش بس غير هي برونز، كان برونز ريو بس. ويعني الحمد لله يعني. اللهم لك الحمد. والسادة زملائنا اللي حابين يسألوا سارة، اتفضل. سارة مبروك ليكي، ومبروك لكل أبطالنا اللي شرفونا الحقيقة وكلنا فخورين بيهم. وبرحب بمعالي الوزير، وبرحب بالأستاذ عمرو ومجلس إدارة المتحدة. أنا محمد الجباس من قناة سي بي سي. إزاي شفتي الدعم الشعبي الكبير؟ توقعت إن يكون في دعم شعبي كبير كده مع الإنجاز اللي حققتيه، سواء يعني سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع، والاستقبال اللي شفناه كلنا بداية من المطار، شفتي دعم الشعب ده ازاي؟ هو انا يعني انا الحمد لله مع اي بطولة، انا اهلي واهل بلدي كلهم بيجولوا المطار، ويعني بيعملوا لي جو جميل كده. وانا من الاسماعيلية، يعني بيجولوا كلهم المطار، ويعني بيبقوا محسسني فعلا ان انا خلاص جبت الذهب، وتبقى حاجة يعني ببقى مبسوطة، بحس ان انا زي لعيبة الكرة خلاص ليا شعبية. فيعني انا دايما ببقى مستنية اي بطولة العبها عشان اجيب الميدالية الذهب، عشان افرح الشعب المصري، علشان انا بحب اشوف الناس مبسوطة. ولما بلاقي ناس كتيرة قوي بتبارك لي، وناس كتيرة قوي عارفاني، يعني ده بيخليني ابقى عايزة اتمرن اكتر، وابقى عايزة يعني لو في حاجة اعلى من الذهب اجيبها.
فبس يعني الحمد لله. مساء الخير على حضراتكم. شرمنده دسوقي مراسله قناه دي ام سي. معالي الوزير بنرحب بحضرتك استاذ عمرو الفقي. سعداء جدا بلقائنا النهارده مع كل ابطالنا، شرفتونا ونورتونا. بس بشكل تحيزي شويه نسائي، كنا عايزين نعرف من ساره رسالتك للبنات اللي ممكن تكون بتقف في مرحله معينه بيجي لها نوع من انواع الياس او الاكتئاب، ايه الحاجه اللي تقدر تخليها تكمل؟ بما انك نموذج لينا كلنا كبنات مش بس في الرياضه، لا انت نموذج لينا في البنات كمان في نوع من انواع الصبر، وانك قدرتي تكملي مشوار طويل زي دوت. ودموعك غاليه علينا لما دايما بنشوفها في اي لقاء او اي بطوله. ده سؤالي ليكي في البدايه. سؤالي لمعالي الوزير، كنا عايزين نعرف من راي حضرتك برضو بشكل تحفظي شويه وعنصري نسائي، الاهتمام بالرياضات النسائيه خلال الفتره اللي جايه، وشفت التفاعل الجماهيري المصري مع نتائج الاولمبياد كان ازاي؟ شكرا. خليك يا اتفضل معالي الوزير. احنا الاولمبياد دي زادت نسبه العنصر النسائي بشكل كبير جدا، تقريبا 50% او اقرب من 50%، ميل في ميل يعني. فالموضوع الرياضات النسائيه تقدمت بشكل كبير جدا، حتى لو يعني احنا ابطال افريقيا دوره الالعاب الافريقيه او الافريكان جيمز، مصر حققها فيها يعني اعلى انجاز 103 ميداليه، اللي بعدينا 50 ميداليه على مستوى افريقيا في كل الالعاب. علشان كده بنلاقي الدول الافريقيه هي ما عرفتش تتاهل بالكم الكبير، وحتى لو في بعض الالعاب مميزه ما خدتها في دوره الالعاب الافريقيه. لكن الرياضات النسائيه ده موضوع مفتوح، البنات اقوياء جدا. احنا شفنا الاولمبيات اللي فاتت جيانا فاروق وفريال، يعني كاراتيه للاسف ما كانش موجود، لكن شفنا ميداليتين للاثنين يعني كانوا موجودين، وهدايا ملاك. فالرياضه النسائيه يعني الحمد لله داخله في اطار كبير جدا، وكمان بقى في ايكونكس يعني زي ساره، كتير عايز يبقى زي ساره. عندنا في المصارعه سمر حمزه هي ما قدرتش تتاهل، لكن برضو بطلة كبيرة في المصارعة، وبنعمل أجيال كتيرة جدا في المصارعة الحقيقة. يعني أنا عايز أقول الجزء برضو إبراهيم، يعني هسأل نفسي وأجاوب معاك في الجزء ده وأسألهم. إحنا اتحرمنا من لعبة رفع الأثقال في طوكيو، والحقيقة كانت أخطاء، وحاسبنا على الأخطاء دي بشكل قوي جدا. وكان عدم مشاركة الفريق مع استعداده كان شيء كبير. هي الدولة المصرية الوزارة والاتحاد قدرنا ان احنا مع الاتحاد الدولي، يعني السيد جلود رئيس الاتحاد الدولي، الحقيقة بنفتخر بوجوده كرئيس اتحاد دولي وجنسية عربية، والمهندس خالد المهلل رئيس الاتحاد الافريقي، كان ليهم دور معانا كبير جدا ان احنا نروح للمحكمة الدولية، وان احنا نروح لكل الطرق، ولم نستسلم علشان نرجع رفع الأثقال. وبرجوع أولادنا رفع الأثقال حطناهم على طريق. أنت تقولي بقى، أنا بفتح لك مجال هو تقولي الحتة دي يعني. تفضل. وإحنا الحمد لله يعني سيادة الوزير متأخرش علينا في أي حاجة، وكان علينا غرامة كبيرة جدا واتدفعت بسرعة، وقدرنا أن احنا نرجع في أقل من سنة. يعني اول ما الايقاف بتاع الدوله خلص على طول احنا لعبنا بطولات على طول، يعني كان خلصوا الغرامه وخلصوا كل حاجه. فدي طبعا بشكر سياده الوزير عليها، والاتحاد طبعا والاتحاد، بس حضرتك طبعا الاول. بخصوص البنات، يعني هو مفروض ان اي حد، يعني اذا كان بنت او ولد، لما بيبقى عنده حلم وعايز يحققه بيعمل اي حاجه وبيقف قدام اي 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 صعاب بتواجهه. وانا الحقيقه انا بعمل كده. يعني انا يعني لما جينا الاتحاد اتوقف 2020، كان عندي شويه يعني اللي هو خلاص انا مش هلعب تاني، بس قلت لا، انا بتحدى نفسي وبتحدى اللعيبه اللي معايا، ان انا عايزه اجيب ميداليه ذهب، وانا حلم ان انا اجيب ميداليه ذهب، وانا مش هتنازل عن حلمي. واللي بيؤمن بنفسه وبقدراته ربنا بيكرمه وبيعمل اللي هو عاوزه. ونعم بالله. صحيح، اتأهلت ازاي للأولمبياد؟ سيادة الوزير، انا عايز برضو انت تقول لنا كلمة عن سارة، يعني من وجهة نظر حضرتك. هي يعني بصراحة شهادتي مجروحة فيها عشان بحبها، او هي من سن بنتي يعني. لكن سارة عندها طبيعة يعني تلقائية شديدة جداً،
قلبها يعني ابيض بشكل غير منظور، زي ما قال كده ما بتزعلش. وكمان فريق رفع الاثقال يمكن لما بزورهم ما لهمش طلبات، يعني احنا بنحدد او بنقول معسكرات تدريب فرق مدربين مع الجهاز الفني اللي موجود الحقيقه، لكن دايما طلباتهم احنا اللي بنقول لهم احلموا واطلبوا، علشان احنا رفع الاثقال يعني مميزه دايما في مصر، لكن صار نموذج لكل حاجه انسانيه مجسده فيها. وهي على فكره مخلصه برضو بكالوريوس. قولي بقى انت. انا خلصت اكاديميه البحريه في 2021، الاكاديميه البحريه، الاكاديميه العربيه، وتخصص لوجيستكس، مش كده؟ صح. يعني كمان كل اللي موجودين درجه التعليم بتاعهم عالي، والحقيقه في شركاء كتير لينا من ضمنها الاكاديميه العربيه، لان الاكاديميه العربيه اتفقنا معاهم ان هم الابطال زيرو فيز، يعني بياخدوا منح كامله، وده الحقيقه منح خدناه علشان ولادنا يلاقوا تعليمهم هنا والفرص هنا، مع ان هم بنبني ابطال يعني. شكرا سياده الوزير، ويساره انت مشرفانا ومنورانا، ومصر كلها فرحانه وفخوره بيك. ربنا يخليك. شكرا. من ساره سمير هنروح لواحد من الابطال، على فكره من السمات المشتركه في كل ابطالنا، بعيد عن تفوقهم الرهيب على المستوى الرياضي، هم كلهم شخصيات في منتهى الجمال، يعني شخصيات قدوه فعلا لاي شاب او فتاه عايز ينجح في مجاله ايا كان مجاله ده ايه. فمعنا بطل في 2020 اللي هي بقت 21 طوكيو، اولمبياد طوكيو، قال انا هبقى كمان 4 سنين واقف على المنصه دي، وفعلا بعد 4 سنين وقف على المنصه، وكان فتحه الخير السنه دي، جاب اول ميداليه في تاريخه، وجاب اول ميداليه لمصر في المنافسات بتاعه اولمبياد باريس 2024. البطل بتاعنا محمد السيد، محمد منور الدنيا. السلام عليكم. طبعا زي ما زملائي افتتحوا الموضوع، بحب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحب أشكر معالي الوزير أشرف صبحي واللجنة الأولمبية وكل الرعاة وشركة المتحدة، وسعيد جدا بوجودي هنا وسطكم. وطبعا لو على الفيديو اللي حضرتك ذكرته، أنا كنا تفاصيله بقى محمد. أول أولمبياد شاركت فيها كانت أولمبياد شباب 2018 في الأرجنتين، حققت فيها المركز الرابع، خسرت ساعتها من دور الأربعة من لاعب إيطالي كان بطل العالم ساعتها، كنت أصغر لاعب مشارك في البعثة، كنت أصغر لعيب، كان عندي 15 سنة وقتها، وأغلب اللعيبة كان عندهم 19 سنة. حققت المركز الرابع، كنت بلعب على الميدالية البرونزية نفس الماتش اللي لعبته في أولمبياد باريس، وخسرت لمسة، كانت برضو الماتش على اللمسة الذهبية، بس ساعتها ما قدرتش احققها، واللعيب التاني هو اللي احرزها وهو اللي اخذ الميداليه البرونزيه. كان حلم كبير قوي ان احقق ميداليه اولمبيه ساعتها، وكان اولمبياد الشباب دي بالنسبه لي هي كل حاجه، وكان فتره صعبه كبيره قوي بالنسبه لي ساعتها. قدرت اتخطاها واتعلمت من الاولمبياد دي، كانت خبره كبيره ليا. بعدها ب3 سنين قدرت اني اتاهل لاولمبياد الكبار في طوكيو 2021، وحققت المركز الخامس، خسرت من ربع النهائي ماتش قريب جدا من لاعب اوكراني، خسرت 15-13. كنت شايف ان انا مستوايا مع صغر سني، كنت لتاني مره اصغر لاعب في البعثه المصريه في الاولمبياد، كنت شايف اني ممكن اقدر اكسب الماتش. بعد ما خسرت الماتش ده قعدت اتفرجت لاخر البطوله خالص على كل الماتشات لغايه النهائي ومراسم التتويج. كان كل هدفي ساعتها اشوف اللاعب ان انا خسرت منه ده المنافس اللي جاي هيلعبه ازاي، عشان اشوف اخطائي واحللها. لما كنت بتفرج على تسليم الميداليات، زي ما قلت لكم، كنت حاسس اني ممكن اكسب اللاعب الاوكراني ده واحقق الميداليه، فكنت شايف انها مش بعيده خالص على مستواي ساعتها من 4 سنين. والحمد لله قدرت اطور من نفسي كمان لغايه اولمبياد باريس 2024. كنت داخل البطوله يعني سايب كل حاجه على ربنا قوي، انا بس كنت عامل اللي عليا في البطوله ومش مركز في النتيجه خالص. الحمد لله البطوله مشيت ماتش ورا ماتش. بعدين لما قدرت احقق الميداليه، انا ما كنتش فاكر الفيديو ده بصراحه، بعدين وقت البطوله ما كنتش فاكره، بس الفيديو ده انا فتحته كتير قوي قوي في ال3 سنين اللي ما بين الاولمبياد، في فترة التجهيزات والتدريبات كان في أوقات كتير قوي زي أي حد
الشغف بيروح اوقات، اوقات ممكن تيجي عليك اوقات صعبه، اوقات عدت عليا في الموسم اللي فات ده بالذات اوقات خسارات صعبه قوي من اول دور واوقات تانية كسبت، بس الفيديو ده هو اللي كان بيخليني مكمل طول الفتره دي، هو ده اللي كان بيشجعني تاني. وقت البطوله ما كنتش فاكر الفيديو بصراحه، لكن بعد ما جبت الميداليه بشويه افتكرت الفيديو ده وافتكرت وانا واقف بتفرج على مراسم التتويج في طوكيو، واول ما شفته كده جسمي اشعر وبس، كنت ساعتها بقى نزلته والفيديو انتشر زي ما انتوا شفتوا. وهو المهم العزيمه والاصرار اللي عند الواحد دي هي اللي بتخليه يقدر يكمل، وهي دي بشكر ربنا طبعا انه خلاني مميز عن ناس كتير بحصولي على الميداليه دي، وطبعا التخطيط من الوزاره والاتحاد، عشان لو انا عندي كل الشغف والاصرار ان انا اعمل حاجه لكن الاتحاد مش مساعدني او الوزاره مش مساعداني مش هقدر احقق اي ده. فطبعا بشكرهم كتير عشان بدعمهم وباصراري ومجهودي، وبفضل ربنا طبعا قدرت احقق الميداليه دي. الاسئله لبطلنا الاولمبي محمد السيد، اتفضل كريم. برحب بحضراتكم طبعا هنا. انا عايز اقول لك يعني احنا فخورين بيكم جميعا جدا جدا، يعني حقيقه فكره دايما انه الرول موديل او المثل الاعلى اللي الناس كانت بتدور عليه الفتره اللي فاتت كان عندنا طبعا محمد صلاح، يعني في الرياضه تحديدا. انتوا دلوقتي بقى في رول موديل تاني، بقى في الكوره، بقى في الخماسي، بقى في الشيش، بقى في اكتر من لعبه، ودي كانت حاجه مصر الحقيقه مستنياها عشان الشباب يتحرك تاني. يعني الزميل عمرو كان سأل سؤال مهم جدا، قال ايه رسالتنا او رسالة الابطال للشباب، لكن كمان جزء مهم من دور الرول موديل او المثل الاعلى انه يقول للناس ازاي، فازاي كنت بتقدروا توظف حياتك ان انت تحافظ على حياتك الاجتماعية، ان انت تقدر كمان تدرس لو بتدرس او بتشتغل، وفي نفس الوقت تقدر تبذل كل المجهود الكبير ده عشان توصل البطولة. يعني كانوا بيتكلموا على 15 بطولة قبل الأولمبياد بس، فده طبعا مجهود كبير جدا. ازاي تقدر تنظم حياتك؟ ده مهم جدا. ازاي بتقدر تعمل ده؟ حابين نعرف منك تنقل رسالتك للشباب. وسؤالي كمان لمعالي الوزير، يعني احنا بنشوف ابطالهم ما شاء الله بيظهروا اكتر كل يوم، كل مره عن فتره عن الثانيه، ايه دور الوزاره الفتره الجايه في اكتشاف مواهب تانية؟ يعني احنا عندنا مواهب كتير جدا 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 ممكن تشوفها على السوشيال ميديا، نشوفها في اماكن تانية، ايه دورنا عشان نكتشف المواهب دي اكتر؟ وهل في اي نوع من انواع التعاون بين الوزاره والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه كمان لدعم المواهب دي؟ يعني هنا مثلا في المهرجان كان الابطال البارالمبيين جم لعبوا هنا على الشط، هيبقى في ملاعب مستمره بعد كده، فحابب اسمع ده من حضرتك برضه. اتفضل معايا وزير. جنبك انت طويل انزل انت شويه جنبي. طبعا سؤال زي كل الاسئله مهم جدا، لان احنا مهم قوي ان احنا نفسر الموضوع، ايه الحكايه. اكيد من 2018 تحديدا من شهر 6/2018 بدانا رؤيه وخطه عمل متكامله على مستوى اقتصادي وعلى مستوى فني وعلى مستوى انتقائي وعلى مستويات يعني شامله. الفتره ديت صاحبها في 2019 بداية نمو شركة وطنية متعددة المتحدة، سواء بدأت بالسادات والوزارة مع السادات، قالت احنا عندنا السادات في المحافظات واحنا عايزين نعمل أندية مجتمعية ويطور في كل محافظة علشان يكون نخاطب الشعب يعني في الرياضة والتطوير، وقد كان شركة السادات. وأيضا في بداية كأس الأمم الأفريقية كان في منظور تطويري علشان ازاي نمهد دخول الجماهير ونطور، وفي 5 شهور الدوله المصريه الحقيقه بدعم كبير جدا من فخامه الرئيس والحكومه المصريه ان نعمل اكبر تنظيم لكاس الامم الافريقيه، لكن خلقت حاجات ثانيه من ضمنها واحده من اكبر الشركات دلوقتي في التيكتنج سوليوشنز تذكرتي. الحقيقه ده كله جمع في المتحده. المتحدة هي شريك قوي جدا، احنا بنعتبره موازي للتطوير سواء بالرعاية او كمان نقل الصورة الاعلامية المظبوطة. ده خلانا ان احنا نعمل موضوع اخر طبعا جنبه، تطوير يعني غير معتاد اللي حصل في تطوير البنية الاساسية والمنشآت اللي في مصر، لان هي الصالات اللي بيلعبوا فيها هنا زي اللي بيلعب فيها هناك لا تقل، بل بالعكس افضل بكتير. يعني بطولة العالم اللي اتعملت في مصر في استاد القاهرة تجهيزها الحقيقة الاتحاد الدولي يعني قال كتير جدا فيها لا يقل عن أي تجهيز، فإذا كنا بنخلق حالة ثقافة للاعب إنه هو اللي بيلعب فيه، وده عكس ما إحنا كنا بنلعب زمان كان في فرق كبير جدا في المنشأ. اللي حصل ده كله معاه يعني برنامجين، البرنامج الأول هو المشروع القومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي،
وده بنلف مصر كلها مع خبراء وبننتقي يعني ولاد في 11 نشاط و11 لعبة. هي الأجيال اللي هتطلع للسلاح، الأجيال اللي هتطلع للجودو، الأجيال اللي هتطلع للتايكوندو، وال11 لعبة فردية ورفع الأثقال، ملاكمة يعني المصارعة، كرة اليد، كرة السلة وغيرها. إن إحنا بننقي، وده من 2018 بدأ ياخد أفريقيا دلوقتي، لكن إحنا بصينا على 2028 وبعد. كمان المؤسسة العسكرية المدارس الرياضية فيها في تعاون كبير جدا، وتطوير برنامج البطل الأولمبي في المؤسسة العسكرية. إذن الخطة الحقيقة ماشية بشكل عرضي وبشكل أفقي، لكن رعاية البطل كان موضوع مهم جدا، وده خلانا يعني نروح للكورة. حقيقة المشروع التنموي الانتقائي للموهبة الإنساني هو كابيتانو، وكابيتانو الحقيقة بيلقى رعاية كريمة الحقيقة كبيرة جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هي شراكة ما بين المتحدة ووزارة الشباب والرياضة. والسنة دي كل الأندية الكبيرة الحقيقة خدت منتج الدفعة الأولى، وبنشوف الدفعة الثانية إن شاء الله، غير إن إحنا بنفتح المجال للسفر الخارج وفتحين القطاع الخاص، بنتعاون مع قطاع خاص، لأن حتى بتساعدنا المتحدة إن يكون في قطاع خاص كبير سواء للرعاية أو إدارة اللاعبين، وفي تعاون وتنسيق في هذا الموضوع. الحقيقة أنا هاخد من كلام يعني أحمد الجندي، قال أنا في 2018 جبت ميدالية في الناشئين كذا، وإحنا عندنا كان الأفريكان جيمز يوث والأفريكان جيمز الكبار في المغرب وفي الجزائر، هم دول بداية التخطيط بتاعنا إن إحنا كنا ندخل طوكيو وندخل باريس. هم حطموا كل حاجة الحمد لله رب العالمين، ثم باريس نفس الحكاية محمد السيد. لكن أنا أخذ تعليق تحديدا في السلاح. السلاح كان دايما وإحنا يعني أجيالي أو الأجيال اللي قبلي واللي بعد، كان في دايما لاعب بيطلع وخلاص، يعني حتى لو بيوصل الميدالية. لكن إحنا المرة دي كل اللي موجودين من دول أوروبا والدول يعني الكبيرة هم قالوا مصر قوة عظمى في السلاح، مش كده ولا إيه؟ لأن في كل إيفنت بيلاقي لاعب مصري بيلعب على نهائيات، لأن إحنا بنينا وبنبني أجيال شايفين الرؤية إزاي. يمكن إحنا جبنا 6 ميداليات وكنا متوقعين من 3 لـ5 في طوكيو، وليها ظروفها. باريس متوقعين من 6 لـ8 قد تصل إلى 10. الحقيقة تحديدا في 7 ميداليات هي ظروف المباراة وظروف الماتش. مهند البار وقع من الحصان، نقله من فضة إلى درجة بتاعته. زياد السيسي أول العالم تصنيفه، يعني هينزل على ميدالية. ظروف الماتش أنا بقول هو كتخصصي، يعني هو لعب نزل مركز جدا على أنه هو بيلعب أول وتاني، والمباراة دي مش مركز فيها، بنسميها بلغة الرياضة اتسرقت منه وانت بتاع سلاح. وكان صحيح يعني ده هنقوله تباعا على عدد الميداليات اللي يعني المفروض تكمل. لكن احنا الحمد لله جدا عدد الميداليات اللي موجودة الإيجابية الكبيرة اللي ادتنا طاقة وادت ولادنا طاقة، هيكون في أكتر وأفضل تخطيطا في كل المجالات. يعني شكرا جزيلا معالي الوزير، وشكرا لبطلنا الأسطوري الأولمبي محمد السيد. بصراحة بقى الثلاث أبطال الجايين بعد كده هم بعنوان اللي خايف يروح، يعني بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو حد عنده أي حاجة في أي حتة يكلمهم. إحنا دايما كرم جابر وبوجي المصارع الروماني، بحس دايما طول الوقت إن الجينات بتاعتنا متفوقة في المصارع الروماني. فإحنا معنا بطلنا الكبير الفولاذي عبد اللطيف منيع، منور الدنيا عبد اللطيف. السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم ومساء الخير. طبعا انا جاي حابب اقول النهارده ان احنا بنتغير للاحسن، بدليل ان كان قبل كده ما حدش بيسمع عن الناس اللي ما جابتش ميداليات. احنا النهارده موجودين مع زمايلنا ومش حاسين باي فرق ما بين الناس اللي جابت ميداليات وشرفت مصر والناس اللي جابت مراكز مشرفة. أنا من ضمن الناس اللي جابت مراكز مشرفة، بس أنا جاي أقول لزمايلي أنا جبت ميدالية بالظبط بدام ربنا كرمكم وجبتوا ميدالية ورفعتوا علم مصر. فهي مصر دايما يا جماعة تستحق الأفضل، وتستحق إن إحنا كلنا نقاتل عشانها في كل المجالات، والحمد لله على نعمة الوطن. فأنا بحب بلدي جدا وبفرح لزمايلي أكن أنا اللي جبت ميدالية، أي حد فيهم يجيب ميدالية.
انا بشكر شركائنا في الوطن في اي مجال ساهم في دعم بطل اذا كان الساده الرعاه. طبعا بنبتدي الاول بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو قال ان الرياضه امن قومي. فطبعا الرياضه هي مهمه جدا بالنسبه لانك انت تكون قوي او ان انت تقدر تحمي نفسك او كده. في كل الحالات انت كسبان. نشكر معالي الوزير، بنشكر شركة المتحدة على دعمها دايما لنا في الوضع الإعلامي أو المادي أو المساندة في أي المجالات. بنشكر طبعا السادة الرعاب كل، مش هنذكر حد بس بنشكرهم طبعا، وبنشكر الناس اللي الوطنية اللي بتدعم أبطال عشان بس إن احنا نرفع علم مصر. فهي مصر دايما تستحق الأفضل، وأنا فخور جدا بزمايلي النهاردة إن هم حققوا الإنجازات دي. الحمد لله إن هم يعني أنا ما حصلش نصيب، أنا وزميلي في المصارعة اتظلمت في الماتش اللي طلعني على ذهب، ورضيت بنصيب الحمد لله وحصلت لي اصابه في ماتش البرونز، تركيزي خرج خالص بره الماتش، ولكن زمايلي جم بعد عوضوني اذا كان احمد ولا ساره، ففرحتي كملت والحمد لله مش حاسس باي فرق ان انا ضاع مني الميداليه، لان في ناس تانية جت رفعت علم مصر واطمنت على بلد الحمد لله. وانا فخور جدا بزمايلي وجاي بهنيهم النهارده، وبشكركم جدا النهارده على ان انتم موجودين. فهي الرياضه ثقافه شعوب، وانا بشكركم جدا على ثقافتكم وتشجيعكم لينا دايما ودايما في التقدم. وزي ما قلت انا او اي حد من زمايلي، المهم ان مصر دايما تفضل في المقدمه، وانا بشكرك جدا. والله العظيم احنا اللي بنشكرك عبد اللطيف على الكلام الحلو والمعاني الجميله اللي انت قلتها دي. هعمل بس برضو يعني اضافه، عبد اللطيف يعني سواء في اعداده قبل، يعني ناس كتير تحديدا لعبه المصارعه يمكن بيحصل لها اختراقات، طب ما تيجي تلعب بره. أنا بتكلم على حاجة يمكن محدش كتير يعرفها، وحتى هو موجود وإحنا يعني في باريس وخلاص، بدأت تليفونات كتير برضو من ناس يعني قد يكون مش عارفينها، أو هو يعني ما تيجي تطلع بره. الحقيقة كان في دور كنا مهتمين جدا بيه، هو إزاي البطل يبقى فيه ليه ثقافة تانية، ثقافة ولائه، ثقافة انتمائه لبلدنا. وشوفنا ده في حكاية وطن، ويعني فخامة الرئيس في كلامه واضح، لا ناخد بالنا من ولادنا، وده كان مرصوده احنا زودنا. لكن مهما كانت الزيادات الحقيقة كان لازم نقول لا، ولادنا دلوقتي بقى بالشكل ده. وهو الحقيقة يعني كتير كلموه كتير وانا عارف، واحنا هناك وكلموا كمان بيته هنا، وهو رد يعني الرد اللي من غير ما نقوله. عشان كده يمكن احنا سواء مع الأكاديمية الوطنية او مع أكاديمية ناصر، هي البطل ده والأبطال يعني كان في برامج تانية موجودة اللي بتسلح ولادنا بوطنيتهم، وده المنتج يعني اللي عبد اللطيف بيقول عليه. وان شاء الله الدولة المصرية وراكم لأبعد مدى علشان تحققوا حلمكم وحلم الدولة المصرية ان شاء الله. شكرا جزيلا معالي الوزير. لو في أسئلة يا جماعة البطلنا عبد اللطيف منيع، اتفضل. مساء الخير، برحب بحضراتكم وبرحب بأبطالنا اللي شرفونا واللي خلونا فخورين جدا بان احنا مصريين. والحقيقه الشعب المصري دايما بيجري ورا كل حاجه بتدي امل، وانتوا اديتونا امل كبير قوي في ان احنا نقدر نحقق ارقام قياسيه ونحقق حاجات عالميه. انا محمد شاهين مراسل قناه سي بي سي، عندي سؤالين. سؤال لأبطالنا اللي يعني ما كانش ليهم نصيب في التوفيق في البطوله ديت، وهو انه احنا ان شاء الله هنستعد بقى ازاي للي جاي. احنا يعني واقفين معاكم وداعمينكم، وهنستعد ازاي ان شاء الله اللي جاي باذن الله. السؤال الثاني لسياده الوزير، طبعا احنا تابعنا توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره اللي فاتت بتقييم اداء الاتحادات الرياضيه اللي اشتركت في اولمبياد باريس، فايه هي الاجراءات اللي احنا هنتخذها ان شاء الله، وهل بدانا بالفعل نتخذ اجراءات ولا لا؟ شكرا جزيلا. اتفضل معالي الوزير. لا احنا بدانا مش هنبدا، وده توجيه. والحقيقه هيئه الرقابه الاداريه ووزاره الشباب والرياضه الحقيقه في شغل يعني مكثف جدا، لأن في من البداية خالص قبل بداية بعد طوكيو على طول، الحقيقة كان كالمعتاد بيكون في انتخابات. طوكيو خلصت شهر أغسطس 2023، أنا آسف 2021، العملية الانتخابية للاتحادات خلصت بنهاية السنة. بدأنا من يناير إن احنا نحط الخطة الجديدة. من يناير كان في مع اللجان العلمية ولجنة التخطيط باللجنة الأولمبية كل اتحاد، هو 28 اتحاد حط التوقع بتاعه والبرنامج. البرنامج ده حولناه الى تدفقات ماليه ومتابعه شديده جدا. الحقيقه اللي بيحصل دلوقتي ما بين النتائج اللي حصلت وما بين التوقعات السابقه وما بين البرنامج اللي تم وما بين الدعم المالي،
هو ده او هي دي النقاط اللي موجودين فيها، سواء يعني الهيئه المحترمه الرقابه الاداريه او وزاره الشباب والرياضه، وبنعمل مراجعه شامله لكل هذه الاجواء، ويخرج بشكل سريع جدا تقرير شامل علشان كمان التوجيه الاستعداد بشكل افضل، وحتى لا يتكرر بعض الاشياء. شكرا. اتفضل عبد اللطيف، كان في سؤال ليك. بالنسبه طبعا للتجهيزات، طبعا هو الاعدادي الاولمبي، وانا برضك حابب اتكلم على الناس ان هي علقت على المليار 250 مليون. طيب تمام، احنا ما فيش مشكله، خلينا احنا صرفناهم على جميع الالعاب كلهم على مدار 4 سنين. طب تعالى نشوف الدول العظمى صرفت كام على مدار 4 سنين بالابطال بتوعهم. احنا ما خدناش المليار، جبنا بهم فيلل وعربيات، معلش انا اسف يعني. اتصرفوا طبعا على ناس، لما تطلع بطل مصري بحجم يمثل دوره مصريه اكيد ما تستقلش المبلغ ده خالص، لما تيجي تبص على الدول العظمى بتصرف قد ايه. طبعا هي ما اتصرفتش على مدار 6 شهور او سنه، هي اتصرفت المليار 250 مليون اتصرفوا على مدار 4 سنين على جميع الالعاب، وده مش رقم كبير جدا بالنسبه لدوره اولمبيه. الدول المتقدمه بتبدا في الاعداد الاولمبي على مدار 4 سنين. احنا نتمنى ان احنا نمشي بالنهج ده عشان خاطر ان احنا نقدر بدل ما نجيب 3 ميداليات نجيب اكتر، زي ما انا قلت بلدنا تستحق اكتر من كده. شكرا. معلش الجزء المالي طبعا انا بشكره ان هو فتحه. هو الحقيقه احنا اعلنا فعلا الارقام، الرقم الاجمالي بس لعدد اللي تاهل هم من 28 22 اتحاد اولمبي، 6 لم يتاهلوا من الاتحادات. الحقيقه البداية كانت طلبات الاتحادات كلها حوالي 825 مليون جنيه للإعداد. الحقيقة اللجنة العلمية بالمناقشات هي وصلت 527 مليون جنيه تقريبا، يعني أبس أو داون حاجات بسيطة. الحقيقة الرقم ده هو بس للإعداد الأولمبي، أما للرياضة والبطولات اللي اتنظمت والمعسكرات وطلبات المدربين، لأن كل الاتحادات الحقيقة ما فيش مدرب الطلب على أعلى مستوى إلا ما وفرناه. الحقيقة حتى الجزء الخاص بالعملة، لأن البطولات الرياضية هو بيسافر حجوزاته بالدولار، الإقامات بالدولار، البلاد هناك معظمها يعني في العالم بيكون حتى بدلات الانتقال أو الفيز اللي بيكون موجود فيها اللاعب بالدولار، فعشان كده احنا تقييمنا كله بالدولار. الرقم كله هو 11 مليون دولار يعني بالأرقام اللي هي بس للإعداد الأولمبي، وده مش رقم كبير على يعني ندينا نموذج لأحمد لوحده. طيب جنبه مهند نفس الموضوع، سلمة نفس الموضوع، ده تيم. المصارعة الحقيقة زيها زي التايكوندو، كل ده يعني شيء مهم جداً ان يتم ده. لكن احنا كمان كان في برامج تانية، برامج الرعاية، لان ولادنا دول كنا عامل لهم برامج رعاية من شركات كتيرة وبنوك، قطاع البنوك المصري والبنك الاهلي وبنك مصر وشركات بتدير يعني الموضوع ده، فكان في رواتب لولادنا دول غير الجزء الحكومي بشكل يعني معتدل او بشكل مستدام. فالحقيقة كل ما هو مناط اقتصادي، ودي حاجات داخلية يعني اقتصادي داخلية يعني خاصة بينا للتطوير، بتتعمل وهتتعمل عشان استدامة منظومة الأبطال. لأن احنا يعني الموضوع والفكر اختلف تماما، وده المنظومة عناصر. هل المنشآت اللي هيلعب فيها أولادنا طليق بيهم كأبطال؟ كان لازم نحط علامة صح. ده مصر فيها دلوقتي أكبر وأرقى مدينة أولمبية، احنا سافرنا طوكيو وسافرنا باريس، الحقيقة ما فيش زي اللي عندنا في العاصمة الإدارية، أو عدد الصالات اللي موجودة أو المنشآت. المركز تدريب المنتخبات القومية في المعادي على أعلى مستوى، وده 366 يوم الفرق قاعدة فيه، بالإضافة إذا كان في معسكرات خارجية. الحقيقة إعداد البطل اقتصادي على المستوى الاقتصادي أو المستوى الفني شيء مش سهل، وإحنا شفناه وشفنا دول هناك كتيرة وكبيرة، يعني يمكن بس مصاريف السفر أو التجهيز حاجتها يعني بشكل أرقام، لكن احنا عملنا ما هو معتدل ويسموه fit for purpose يعني. شكرا.
شكرا جزيلا معالي الوزير. مش عايزين حد يزعل عبد اللطيف يا جماعه، انا اللي واقف معاه على الستيج، فمش عايزين حد يزعله بعد اذنك. بطلنا العالمي محمد جبر، منور الدنيا يا محمد، اتفضل. تسقيفه كبيره يا جماعه لمحمد جبر بطلنا العالمي. اولا مساء الخير عليكم جميعا. انا عايز اشكر الناس اللي موجوده دي كلها، واولا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضه، وبشكر الدكتور اشرف صبحي على دعمه لينا في كل حاجه. هو فعلا اب لينا. هو الدكتور اشرف كان بيجي متابع معانا طبعا في التدريبات، ومتابع معانا في كل حاجه. انا فاكر بعد ما انا طلعت من الماتش اللي انا خسرت فيه الميداليه وكنت زعلان جدا، التليفون بتاعه فرق معايا جدا لان كنت محتاج تليفون زي ده. طبعا كلمني والمكالمه بتاعته دي فرقت معايا جدا. وعايز اقول برضو ان انا مبسوط من حته ان بعد ما انا روحت انا زعلان ان انا خسرت الميداليه والكلام ده كان مؤثر فيها جدا، بس لقيت الناس عندها وعي في السوشيال ميديا، وعارفه المكانه اللي انا وصلت لها قد ايه، وعارفه يعني ان انا بلعب على ميداليه اولمبيه، وعارفه يعني ايه انا بضحي علشان بلدي، وان انا عايز ارفع علم بلدي، وان انا وصلت المكانه كبيره يعني في الرياضه. فده طبعا دي الميداليه اللي انا فزت بيها، محبه الناس، وربنا يديمها عليا يا رب. نعم اللهم امين يا رب. يا رب. اي اسئله لبطلنا العالمي محمد جبر؟ انا هفتح بس برضو بعقب كده على لان كل لاعب ابراهيم بقى عشان احنا بنتكلم مع بعض انا وانت كده، يعني قصه وحكايه وموضوع وحكايات طبعا مع اتحاده ومع مدربه ومع لجنه اولمبيه منظومه، يعني مع الزملاء اللي في الوزاره اللي بيتابعوا. هو في بلد يعني كل في مصر يعني اكتشفنا ان في اماكن مشهوره بلعبه معينه، يعني كفر مليج، لا مليج بس، مليج بس فيها مركز شباب وفيها نادي. حياتنا لمليج بقى. فيها مركز شباب وفيها نادي، وانا زرتها كل اللي فيها بيلعب مصارعه، ومحمد والده بطل سابق بحر متوسط مصارعه. ففي الحقيقه عاملين مراكز هناك علشان في موهبه موجوده. فبالتالي نفس الحكايه احنا بنتكلم على الاسماعيليه. المكان اسمه ايه؟ المكان اسمه ايه في الاسماعيليه؟ المكان اللي مشهور في الاسماعيليه المحسمه. المحسمه كل اللي في البلد بيلعب رفع اثقال، ف وغيرها بعض الاماكن اللي موجوده تقسيمها الجغرافي اللي عملنا فيها مراكز وانكيوبيترز او حاضنات بنطور فيها اللعبه علشان في جيناتيكلي. وده احنا عاملين يعني مشروع جينوم المصري، لان يعني شفنا ان الجينات المصريه فيها عناصر بتميز المصريين في بعض الالعاب، يعني قليل جدا العاب السرعه او التحملات، لكن الحاجات المرتبطه بعناصر القوه والدي ان ايه بتاعها الحقيقه بتحليلها، ودي حاجات يعني تخص برضو عملنا بشكل كونفيدنشال، لكن انا ده بأوصفه في محمد الحقيقه. وفعلا هو روح قتاليه وفولاذيه ان شاء الله، زي محمد السيد ما قال انا هجيب هو عبد اللطيف منيع بيتكلم عن المصارعه وزمايلهم يعني، لكن ان شاء الله ربنا هيكرمه في 28 وهياكلوا البساط، ومش عايز اقول بقى اللي قدامهم كمان. واحنا وراهم افضل مدربين، افضل ظروف اكمال برنامج، لان هيكون المنافسه في 2028 يعني هتكون اكتر بكتير، ودايما لازم يكون الاستعداد اعلى بكتير. شكرا جزيلا معالي الوزير. اسئله حضراتكم لبطلنا العالمي محمد جبر. مساء الخير مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا. احنا بجد كلنا فخورين بيكم وفخورين ان احنا موجودين معاكم النهارده. في البدايه كنت عايز اسالك يعني ازاي نقدر نتحدى صعوبات، يعني اكيد يعني كان في ابس اند داونز كتير، والفتره الجايه ان انت ازاي تقدر تشتغل على نفسك وان شاء الله تحصل على العديد من الميداليات وتبقى مشرفنا وانتوا دايما شرف لينا. واسالي وزير الشباب والرياضه يعني ازاي حضرتك نقدر نستضيف البطولات العالميه في الفتره القادمه، ان مصر لديها الكثير من الامكانيات والقدرات لاستضافه بطولات عالميه في مصر. اولا انا عايز اقولك بالنسبه للموضوع الصعوبات ده، انت ربنا بيحط قدامك عقبات كل مدى ومدى، كل ما تعدي العقوبات دي انت بتبقى اقوى اكتر من الاول علشان تقدر تعديها. فاحنا مرينا بصعوبات كتيره ولما زال احنا بنعدي صعوبات كبيره لحد ما نحقق حلمنا يعني الحمد لله. شكرا جزيلا لبطلنا العالمي محمد جبر. اتفضل معالي الوزير. احنا انا ليه بتكلم بالطريقه ديت، بقول يعني احنا بنعمل ايه، والسؤال او الاسئله كلها مهمه، لان احنا بنخاطب
من العالمين يعني مصر، وفي حدث هنفضل كمان فترة الناس يعني ما بعد الحدث مهتمة بيه. والحدث الحقيقة يعني كنا ملمين جدا باهتمام مصر، لأن كل 4 سنين عارفين أن المحك الكبير والرئيسي هي الأولمبياد، والأولمبياد بالنسبة للخطة أو البلانينج بتاعنا الأولمبيكس وفريق الكورة راح كاس عالم ولا لا أو جاب أفريقيا ولا لا، هم دول 3 علامات بينهم بطولات عالم وحاجات كتير، لكن الأولمبيكس كلها بنلاقي بيحصل دايما الإلهام، وبنحصل دايما أن كل الناس بتركز جدا في النتائج. ده شفناه في ريو دي جانيرو، شفناه في طوكيو، شفناه في باريس، وهنشوفه في المستقبل كمان. الحقيقة احنا حطينا في 2018 بند 4 من البرامج أو رؤية وزارة الشباب والرياضة أن مصر تكون هب أو مركز لدولي لاستضافة الأحداث الرياضية. الكلام ده خلانا أن احنا نوصل لأكثر من 400 بطولة عالم وبطولة أفريقية. زي إيه مثلا؟ يعني زي أول ما بدأنا كأس الأمم الأفريقية، الحاجة الثانية في قلب كوفيد احنا الدولة اللي فتحت العالم للبطولات، وهو بطولة العالم لكرة اليد، كأس العالم لكرة اليد. في زيها بقى عالم سلاح خماسي كتير جدا، كاراتيه، جودو، كل الألعاب اللي موجودة، وده خلى العالم يشوفنا، خلى يشوف مصر، يشوف منشآتها، يشوف مدى التقدم. ده عمل حاجة إيجابية تانية، إن خلى في فرص لأعضاء الاتحادات المصرية يكونوا في الاتحادات الدولية. ده ما كانش قبل كده. احنا عندنا نائب رئيس الاتحاد الدولي وقائم بعمل رئيس الاتحاد، رئيس اتحاد السلاح المصري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي ورئيس الاتحاد المصري، خرج بالشكل ده اتحاد الجمباز، رئيس اتحاد افريقي، وايضا عضو مكتب تنفيذي وعضو اتحاد دولي وغيرهم عشان ما انساش يعني. لكن حجم البطولات، هقول على حاجه تانية، امبارح برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في حدث كبير جدا، وبنشكر برضو علاقتنا الاستراتيجيه مع المتحده، وهو استضافه مصر للكشافه، المجمع الدولي للكشافه او الكشافه الدوليه، وده من 5 سنين الحقيقه بنعده. ويعني كان في برضو زي استضافه اي حدث ممكن ناخده وممكن ما يجيش لمصر، لكن قدرنا ان احنا نكون موجود عندنا. والحقيقه النهارده التعليقات اللي شفناها من CNN ومن القنوات والمؤسسات، مصر تستمر في استضافه الاحداث الدوليه. ده انا بتكلم وبقول حاجه اهي، تاثرا بايه؟ هي وزاره الشباب والرياضه وبرضو تنسيقا مع المتحده، وحدث اخترنا ليه مكان مهم جدا في تاريخ مصر الحديث يعني، وهو قصر القبة يعني. وموجود في مين؟ موجود في مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات الدولية و176 دولة، 2000 شاب. بس التعليق الحقيقة اللي أثر فيا جدا من وسائل الإعلام الغربية اللي موجودة، اللي حضراتكم صحفيين ارجعوا للحاجات دي، مصر تستمر في استضافة الأحداث الدولية. وده لان عملنا ايكونيك، اصبح دول كتير اخذت استراتيجي مصر الحقيقه ان هي تكون، وده من القوى الناعمه، لان الناس شافت مدينه اولمبيه راحت زارتها الاتحادات الدوليه. توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه الحقيقه لما جه يعني هو اللي قال ده انتوا جاهزين لحاجات كتيره جدا. فبالتالي احنا تخطيطنا مستمر على الاستضافه، وده ليه اكثر من اثر يعني. شكرا. شكرا جزيلا معالي الوزير. ودلوقتي معتنا مع بطل مصر وافريقيا والبحر الابيض المتوسط، نجم وبطل رفع الاثقال، كريم ابو كحله. يا كريم منور الدنيا والساحل الشمالي والعلمين الجديده ومصر كلها. السلام عليكم. في البدايه انا حابب اشكركم واشكر سياده وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وطبعا اشكر فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضه وللرياضيين والاولمبيين، واشكر كل الجهات اللي بترعى الرياضي الاولمبي. وانا يعني اشتغلت جامد جدا علشان الدوره الاولمبيه بتاعت باريس، وكان حلمي وهدفي ان انا اجيب فيها ميداليه، وكنت الارقام اللي في التمرين كانت تجيب ميداليه، لكن قدر ربنا وقدر ان انا ان يحصل لي اصابه وانا على الستيج بتاع البطوله وما اقدرش ان انا اكمل وانسحب يعني. لكن ان شاء الله انا اوعدكم يعني ان انا هكمل في طريقي، وانا قدامي دوره جديده، وان شاء الله اقدر ان ارجع تاني للدوره الاولمبيه واحقق ميداليه باذن الله. اسئله حضراتكم لبطلنا كريم ابو كحل.
سؤالي ليك يا كريم، طبعا بعد الترحيب بيك وبأبطالنا وبمعالي الوزير وبالاستاذ عمرو الفقي وبكل الحضور، انت اتكلمت قلت كلمه مهمه قوي، كلمه الارقام، والحقيقه الكلمه دي اتكررت على المنصه اكتر من مره. كلام معالي الوزير علمي جدا، بيتكلم على انه عندنا ارقام وعندنا اهداف وعندنا ميزانيه اقتصاديه يا فندم، بنحاول ان احنا نوصل لاكبر قدر ممكن من الاهداف. الارقام بتاعتك يا رب يجعلها دايما في زياده انت وكل ابطالنا، بتاهلك لايه الفتره الجايه؟ هتشتغل على ايه ان شاء الله الفتره الجايه على المستوى الانساني وعلى المستوى الرياضي؟ ده سؤالي ليك. ولو سمحت لي اسال معالي الوزير سؤال، معالي الوزير، مع كل هذه الجهود اللي حضرتك بتستعرضها، عندي سؤال اخر. ماذا عن لعبه الاسكواش على سبيل المثال؟ يعني بيتهيالي الابطال لن يمانعوا في هذا السؤال نظرا لان هم اتكلموا بمشاعر وطنيه صادقه. فطبعا احنا في الاسكواش متربعين بشكل كبير قوي على عرش العالم، فبرضو اعرف من حضرتك هل الوزاره عندها استراتيجيه معينه لمحاوله التحرك الدولي لان احنا ندخل الاسكواش في الاولمبياد؟ وشكرا لحضرتك والبطل اتفضل. هي في البدايه احنا لعبتنا لعبه رفع الاثقال هي لعبه رقميه. انا بكون شايف المنافسين بتوعي كلهم على المستوى العالمي بالارقام وبمشاركتهم في البطولات، وبتكون انت عارف هتحط نفسك في وسطهم بارقام كام، وبتشتغل على ده في التمرين، وبتحاول انت تطور من نفسك وتطور من ارقامك عشان تبقى في التصنيف العالمي او في وسط الابطال دول، انك تقدر تحقق معاهم وتجيب معاهم يعني تكسب منهم وتجيب ميداليات. يعني هي دي اللعبه بتاعتنا، وهو التركيز كله بيكون في فترات التجهيز على الارقام معينه ان انا لازم اتخطاها علشان اقدر ان انا اخش في المنافسه. حاليا دلوقتي انا طبعا انا حصل لي اصابه، يعني اصابه صعبه شويه في مفصل كوعي، انا هبدا العلاج وان شاء الله يعني مجرد ما الدكتور يديني الاشاره الخضراء ان انا ابدا التمرين ان شاء الله هبدا على طول في التمرين، وهبدا ان انا اجهز للدوره الاولمبيه اللي جايه ان شاء الله، والله الموفق ان شاء الله والمستعان ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل معالي الوزير. قبل ما ادخل على سؤالي كريم، هو بطل عالم قبلها على طول، يعني قبل الاولمبيكس، زي طبعا يعني انا بتكلم كوين الرياضه لرفع الاثقال يعني ساره، واحنا هو نازل وعارفين برقمه، يعني انا قلت برونزيه، هو قال فضيه برونزيه خلاص، لان لعبه رقميه والتنافس موجود، وبيكون بقى ايه يعني بنسميه اداء المباراه. اداء المباراه قد يكون لاعب ياخد قوه احتياطيه زياده، يعني على حسب طبيعه المباراه. الحقيقه ودي كانت من الحاجات برضو اللي هي الميداليات اللي هي بنقول عليها في قدر، واحنا مرتضيين غير تخطيطنا العلمي يعني والحمد لله. فبالتالي الاصابه اللي موجوده خلت كمان يمكن تحميل نفسي، وكنا عمالين يعني يمكن رحت لهم مخصوص عشان اهدي الموضوع شويه تحديدا عليهم وعلى ساره، علشان احنا محتاجين ميداليات. لكن الاصابه يعني خلت الموضوع ده، بس انا عايز اقول له واقول لي واقول على يعني اسامه الجندي احمد، هو كتفه اتخلع قبل الفتره بحاجات بسيطه، وقبلها السنه اللي فاتت حصل تكرار الخلع، يعني علميا الشولدر ديسلوكيشنز او خلع الكتف لما بيتكرر 3 مرات في السنه لازم تدخل جراحي علميا يعني. فبالتالي هو سافر وعمل التدخل الجراحي، ولما جه قبل البطوله بشهرين الحقيقه كلنا اتجننا وقلقنا، لان انا مفهومي تشريحيا طب يبقى في تكرار، يبقى هيكون في عمليه جراحيه تانية وفي شهرين، طب هنعمل ايه؟ ده هو نومينيتد وزمايله، واحنا يعني كان المؤهلين، لان في حاجه تانية وده ردا، هو لازم اللي تاهل يسافر. وفي نوعين يعني استراتيجيه شامله او محدوده، لان كل اللي تاهل بايلو لازم يطلع. ده بالعكس احنا علشان تاهلنا بشكل كبير في كوتا اللي متاهلين كلهم، وتحديدا في الخماسي كان في كوتا من المؤهلين عدد اقل تنافسوا تاني علشان يطلعوا. ويعني الحقيقه احمد قلقنا ان في الشهرين دول ازاي هيتعمل الرهاب بتاعه، برضو يعني عملنا اجراءات كبيره جدا، وازاي بعد التاهيل هيرجع في شهرين يوازي المنافس العالمي اللي موجود ويطلع ازاي. لكن قوه الاراده، وانا مش عارف اقول له ايه يعني، بس يعني هو عارف اللي جوايا يعني، والمتابعه وطبعا المهندس شريف والكل التيم يعني، بس يعني الحمد لله بدا، واراده شديده جدا مع طريقه واسلوب متابعات، لان احنا يعني في وزاره وفي تخطيط وفي لجنه، لكن في جزء مباشر اللي زي ما بنشوف
فخامة الرئيس لا يتأخر على تكريم ولاده، وكانت رسالته مهمة جدا لتحفيز دورة الألعاب الأفريقية، وقال في رسالته سيادته للولاد، بس هي رسالة تحفيزية حتى للي هيسافر، انتوا لعبتوا أفريقيا لكن هتروحوا تنافسوا منافسة أكبر كبير وأصعب، ومنافسين عالميين وأكبر. المشكلة أو الموضوع مش الفوز، لكن مهم الأخلاق وإنك أنت تبذل جهد. الحقيقة أحمد كان نموذج لده، وبنقله طبعا لكحلة. أكيد كل حاجة هتتعمل، لكن الإرادة القوية خلت النموذج المهم جدا اللي موجود، وهو سرعة الرهاب وإزاي ده. وده أكيد هيكون لكل الأبطال إن شاء الله في برنامج تاني زي التوجيه الرئاسي واللي احنا بنعمله دلوقتي، ازاي المستقبل يكون افضل باستمرار. يعني ان شاء الله يا رب كل سكواش. السكواش كنز مصري. الحقيقه احنا من 2018 انا براجع تاني ان في بلان وفي فيجن في رؤيه، في لعبتين هم مصر يعني متربعه العالم فيها، يعني ريكورد عالمي، الكاراتيه والسكواش. الحقيقه في حفاظ على الاثنين. الكاراتيه الكم بتاعه اكبر عدد مسجل، انا يعني لاعب ومدرب وحكم كاراتيه يعني سابق، العدد كبير، الانتقاء فيه ليه اسلوب مختلف. قصه حياه تطوير تحليل الاسكواش ليه الدور الكبير فيه للاسره المصريه قبل الاتحاد وقبل الدوله. الحقيقه الدوله نمت، عملت ملاعب كتيره جدا، وبدا الوضع اللي احنا فيه. في زياره توماس باخ كان في لجنه ان هي هتكون تقول دورها او هتقول هينضم ولا لا. نجحنا ان احنا كان في البطوله اتصممت على هضبه الهرم، وهو في زياره الهرم دخلنا البطوله وشاف الاسكواش المصري التنظيم والشكل عامل ازاي، زي تربعنا. الحقيقه بانضمام الاسكواش اكيد كان في ادوار كتيره للمنظومه، بس بانضمام الاسكواش خلت العالم كله يستعد للاسكواش 2028. بدا الدول تبعت لمصر مدربين من دول بعينها عارفينها، أو تاخد ناس يدربوا هناك. احنا عاملين من 2018 مشروع قومي، مركز في بورسعيد ومركز في مركز شباب الجزيرة، علشان نبني أسلوب آخر. احنا الحقيقة هنطور ده بشكل كبير جدا. أبطالنا هم بيلعبوا حاجة اسمها البي اس اي أو سكواش المحترفين، غير الاتحاد الدولي. هم محترفين بس اسمه كده اللي هو اللي هينظم البطولة موجود فيها. الحقيقة هنغير الشكل أو بنغير الشكل علشان يبقى زي ما بنقول السكواش هو سكواش فاكتوري، مصر مصنع سكواش هيستمر بي يعني من أسفل إلى أعلى، حتى لو في لعبة شبه منافسة للبادل تنس بيزداد بسرعة، لكن احنا عارفين ان رصيد الكيرف بتاعه هيوازي السكواش في السرعة، لكن هنحافظ على السكواش سيما ان هو لعبة أولمبية، وده هيدينا فرصة ان احنا ازاي يكون في رصيد ميداليات لمصر. وإذا ما كناش حريصين على ده مش هنوصل اللي احنا عايزينه، عشان كده لازم نكون مركزين جدا في الموضوع دوت. يعني شكرا جزيلا معالي الوزير، وشكرا كريم أبو كحلة، وشكرا طبعا لكل أبطالنا. وفي ختام المؤتمر الصحفي احنا هنختم مع حضراتكم بكلمة للرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. طبعا بنحييه وبنحييها على المجهود الجبار اللي معمول في العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة. سيد عمرو الرفيقي، منور الدنيا. مساء الخير عليكم. طبعا احنا الحقيقة مبسوطين وفخورين بوجودكم كلكم النهاردة. انتوا اسعدتونا، انتوا خليتوا الشعب المصري عنده تطلع للبطولة، اديتوا امل للشباب وللولاد. الرياضة مكسب وخسارة، مش معنى انه في ناس ما خدتش ميداليات انما ما اديتش اداء رجولي وبطولي. احنا تاني بشكركم ونورتوا العالمين. شكرا. شكرا جزيلا لسيد عمرو الفقي، وشكرا جزيلا لحضراتكم. احنا خلصنا مؤتمرنا الصحفي، وعندنا طبعا استكمال الجولة، وهيكون محطتنا القادمة الحفل اللي معمول لأبطالنا وأسرهم في المسرح الروماني. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا معالي الوزير والسادة الحضور.